السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ انا سمية حارب، بيوتي بلوجر من الامارات دبي، وحياكم الله على قناتي على اليوتيوب. فيديو اليوم بيكون عن مفضلاتي لشهر سبتمبر 2015. اعرف من كم من شهر ما سويت هالنوع من الفيديوهات، فقلت لازم هالشهر اسوي. هالفيديو عبارة عن شو؟ مفضلاتي او المنتجات اللي استخدمتها بكثرة في هالشهر. فبدون ما اطول عليكم تعالوا اشارككم هذه المنتجات. باليت من سوس بوكس، التود باليت اسمها. هالباليت عبارة عن ايشادوهات كلها الوان ناتشورال، حلوة عملية، حجمها وايد كبير، والالوان كلها مات او مطفية. هالحلو فيها هالباليت تعيبني لانها عملية، ما استخدام يومي، استخدام سريع، تسوين فيها اي لوك انتي حابتنه وما تحتاجين جهد كبير وياها، وجودتها ممتازة. كنت طالبتنها من وحدة من تاجرات الانستغرام. في من هالباليتات بالوان ثانية، الوان شوي متنوعة، بس بشكل عام انا احب الالوان النود، وهذه اتوقع يعني بتتم عندي فترة طويلة وتغنيني عن باليتات ثانية، خصوصا اللون الاسود احب استخدمه مرات كايلاينر. وايد اللون قوي وثابت، وحتى باقي الدرجات. مسكرة جديدة نازلة من مابلين اسمها لاش سنسيشنال. هذه المسكرة شي فرشاتها حلوة، فرشاتها لتمشيط الرموش، ما تعطي كثافة، بس لاحظت انها تمشط الرموش بطريقة مرتبة وتفرقهم، سواء الرموش العلوية او السفلية، ولونها اسود وواضح. بعد من الاشياء اللي استخدمتها بكثرة في هالشهر، سوبر اكوا ديتوكسينج بيلينج جل من ماركة ميشا. هذا الجل عبارة عن صنفرة، احط منه شيء بسيط على ايدي واوزع على البشرة وهي جافة، واسوي مساج بسيط ينظف البشرة عدل ويشيل طبقة الجلد الميت. استخدمه من مرة الى مرتين في الاسبوع، بس في البداية احطه على البشرة وهي جافة وبعدين اغسلها، وعقب عادي ارطب البشرة. مع الاستخدام المستمر لاحظت انه يصفي البشرة، يخليها وايد ناعمة. عطر فلاور باي كينزو، العطر وايد كبير، زجاجته ظريفة، لونها وايد حلو، وريحة العطر وايد وايد مركزة وايد مميزة وثابتة، خصوصا اذا استخدمتي هالعطر مع عود ولا دخون وايد تطلع الريحة قوية، مثل ما قلت لكم ثابتة. وهاي من العطور الجديدة اللي نزلت من كينزو. ماركة أناستازيا بيفرلي هيلز منزلين من فترة إضاءات، أظن 4 درجات. أنا طلبت درجة ستارلايت، شي شكلها وايد 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 الدرجة حلوة، اللون مركز، هذا شكل العلبة. طلبت هاي الإضاءة من تاجرة من الانستغرام. الدرجة هذه عيبتني لأن ردة على فضي، على لون لؤلؤي، ما احتاج منها كمية كبيرة، شيء بسيط احطها على اماكن الاضاءة على الوجه وتم ثابتة طول الوقت، فاستخدمتها بكثرة في هالشهر. من الارواج اللي وايد استخدمتها هاي الفترة روج من السيلودر رقم 440، لان هاي الدرجة انا وايد احبها، درجة نود عملية اقدر استخدمها اي وقت، وفيها ترطيب بسيط وفيها لمعة خفيفة. عندي كذا درجة ثانية من ارواج السيلودر هذه، بس هاي الدرجة بالذات انا وايد تعيبني لان احس انها تناسبني، ومثل ما قلت لكم عملية. برايمر من NYX اسمه شاين كيلر، هذا كنت ماخذنه من سويسرا، اتمنى انه يكون موجود هني عندنا في الامارات. هذا اللي تعاني مثلا من شوية افرازات دهون على البشرة، او بشرتها اصلا دهنية، مثلا انا بشرتي عندي مثلا حوالين الانف ممكن شوية تزيد هاي الافرازات، فهالبرايمر يتحكم فيها ويساعد الفاونديشن انه يتم ثابت فترة اطول. هل عيبني فيه ما اقدر استخدمه صراحة على كامل البشرة، لان باقي المناطق احس انه هو يجففها، فاستخدم منه شيء بسيط، حجمه صح صغير، بس انا بالنسبة لي احس انه بيتم فترة طويلة. ريفلون كالر ستاي، عندي من بكذا لون، هاللون اسمه واين. الحلو فيه انه ما احتاج الشاربنر على طول، شيء القلم يطلع. القلم نفسه تركيبته وايد زينة، ناعمة، سهولة ترومين تحطينه على الشفايف. ممكن استخدمه بروحه لانه ما يجفف الشفايف، او استخدمه تحت اي روج ثاني، ومرات احب اخلطه مع روج فاتح، خصوصا اذا روج وايد كان فاتح علي، هذا شوي غمجه ويثبت المده اطول.
واخر شيء من ماك فيكس بلس، بس هاي اللي بنكهة الروز. تعرفوا نزلوا ليميتد اديشن بنكهات مختلفة. انا عجبتني نكهة الروز لان ريحة هالفيكس بلس غاد بريحة الورد، نفس تركيبة الفيكس بلس، اللهم الفرق بس في الريحة. منعش وايد، كان منعش. استخدمت بعد باللافندر، بس هذا حبيته اكثر. وهذه كانت يا حلوات مفضلات شهر سبتمبر 2015. ان شاء الله تكونون استفدتوا من هالفيديو، ولا تنسون الكومنت اذا عندكم اي استفسار، واللايك وبعد السبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد ينزل على قناتي. مع السلامة.